بكم مشاهدينا في نشرة جوية جديدة ليوم الجمعة. طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء نهارا، مائل البرودة في أول الليل، بارد في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة في شمال البلاد. وإلى أحوال الطقس في محافظات مصر، ونبدأها بالقاهرة حيث تسجل الكبرى 22 والصغرى 14 والجو غائم طوال اليوم. وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 23 والصغرى 14 حيث الصفاء طوال اليوم. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 22 والصغرى 17 والجو غائم نهارا وليلا. وفي أسيوط تسجل الكبرى 23 والصغرى 11 حيث صفاء الجو. وفي المنيا تسجل الكبرى 23 والصغرى 11 والجو صافي نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 23 والصغرى 18 والجو صافي نهارا وليلا. وفي أسوان تسجل الكبرى 24 والصغرى 14 حيث صفاء الجو. وفي الأقصر تسجل الكبرى 24 والصغرى 11 والأجواء صافية طوال الوقت. وفي حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 29 والصغرى 19. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بطرابلس حيث تسجل الكبرى 23 والصغرى 14. وفي دمشق تسجل الكبرى 17 والصغرى 4. أما عن الرياض تسجل الكبرى 24 والصغرى 10. وفي القدس تسجل الكبرى 15 والصغرى 7. وفي الجزائر تسجل الكبرى 22 والصغرى 8. وأخيرا في أبوظبي تسجل الكبرى 28 والصغرى 24. وبذلك مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء.